أنا خايفة، أنا مرعوبة يا حماتة. أنت لا أول ولا آخر واحدة. بس ليه؟ ليه كده؟ بعدين بقى. لا هنعيده هنزيده. مش ممكن تفكر تاني؟ عشان خاطري، عشان خاطري يا حماتة. ليه يا ميس؟ أنت مش هتنزل؟ لما تخلصي كلميني. البسي ده بسرعة يا مدام، البسي قبل ما العيانين يهلوا علينا. صفاء، هو مفيش حد معاها باين كده؟ هي مش كانت بتقول انها متجوزة؟ كلهم بيقولوا كده. خدي نفس طويل. ايوه يا بيبي، لا اطمن، احنا كويسين الحمد لله. المهم طمني انت بس اول باول. ماشي يا بيه، سلام. مالك يا سمير؟ احنا مش خلاص اخدنا فتوى من دار الافتاء؟ متخشبه ليه بقى؟ ما هي اصلها اول مره اروح حته من غير علم سعد. في ايه يا خالد؟ لا بجد في ايه يعني؟ ناقص تروح الصوره صدمتني يا استاذ سعد. طب هو لازم يعني الدكتور راجل؟ ما ينفعش ست؟ الرجاله في التخصص ده اشطر بكتير. وبعدين بكره ان شاء الله لما تشوفي بيرة معطيات هتقولي يا ريتني عملت كده من زمان. بيرة معطيات مين؟ ولادك. انت مش ناويه تسميهم كده ولا ايه؟ بصي بقى يا ستي، لو جبت بنت هسميها خديجه، وان جه ولد هسميه حمزه. مدام ثانيه اتفضلي.